أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فما المقصود بذلك الحديث؟ هل هو حديث النفس أم الدعاء بنيل الشهادة؟ المراد بذلك العزم على الجهاد لو حصل. يحدث نفسه بالغزو يعني يعزم على أنه إذا حصل جهاد أنه سيجاهد في سبيل الله، فإن الله يكتب له أجر نيته، يكتب له أجر النية الصالحة. نعم.